أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم. للعابرين على هامش الحياة، لمن رسمت قسوة الحرب أو رسمت قسوة الحرب على ملامحهم، لكل يمني صام عن الحياة ولم يصم الأمل في روحه، خواتم مباركة وعيدكم مبارك مقدما، وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة في اليوم 29 من شهر رمضان الذي يغادرنا مشاهدينا، ونحن نودعه بهذه الأيام مؤمنون بأن رمضان القادم سيأتي وقد تعافت بلادنا من الحرب وتخففنا من أوجاعها، أو هكذا نأمل. في مستهل هذه الحلقة دعونا مشاهدينا نستعرض معكم أسماء الفائزين معنا بسؤال الحلقة 27، وهم الفائز الأول ماهر حسين أحمد باحكر من شبوة، والفائز الثاني فاطمة أحمد ناصر علي الحماطي من دمار، والفائز الثالث أحمد صادق عبد الرحمن محمد من تعز. مشاهدين الآن معا على موعد مع قصة جديدة من حيث الإنسان. مشاهدينا نتابع معا في هذه الحلقة كيف حاول فريق حيث الإنسان وضع وردة على خد دليلة، تابعونا. كنت نزحت لي 3 سنين جملة خدير، يعني الظهر هذا العرس جهزت كل شيء، قلت اطلع الدور سلم حق امي اشتي اتجمل معي واني فرح العرس حقي، يعني تجمل مأسرة، يعني مثل شي اقول لك ياسر عرس واني فرح اني اخذ امي معي معه، كنت صبنت له ثيابي وعقنت خبز شرقع خبز ليومين، يعني امي شي باع عاجز، خرجت ديما من الخزان قنديت الدبة اولا عاد باغي الدبة الثاني انا اقل نص طبعي، قلت له غير نخلي لك بحمام لحما يجي مطر تتلقي لي، كان في مطر ديك ايام ماني خرجت وصبين مو فرح مو كم صبنتي اطمار يا كنابل بين المطار، وني فرح يعني كان امي تقول لي مالي حني حقك شف سوخ وني فوق كفوف حني حقك شف سوخ، كانوا يسمعوني الصبح الزفاء وهني يعني بصبت عدين في مهاري تقول زوجة تقول اسمعي اسمعي داي للزفة حقك وانت الان مكانك تمهري يا بنزلي، قلت له خلاص تمهر الان لامي، يعني بعد الظهر في سيارات شي ناس اللي قريب مني نش تزوج بي. عادت دليلة الى منزل اسرتها في قرية الشقب بعد 3 سنوات من النزوح في دمنة خدير، كانت زيارتها هذه للسلام على امها قبل انتقالها لمنزل زوجها الذي كانت تستعد للزفاف إليه. جهزت كل شيء، انفجرت والله انه السماعة فوق البيت، اقسم بالله اني انفجرت في فوق البيت السماعة الزفة حقي. توقفت الأغنية التي كانت تبهج قلب دليلة وهي تستمع إليها كواحدة من مظاهر احتفال أسرتها بزفافها القريب بعد 3 سنوات من النزوح والتعب. خلت البنت عمي شنو اللي الدماء من الخزان في يوم جمعة، قال يا الله ايش نسير سرنا لو نكل عند خزان، غرفتني أنا سبرت عاد تقول خزان جاء يسمع قرحة قاعد تنقضني تقول انه هاوين دعس الثاني قدري تدعس الثاني قدري من فقير زدت قرق حقي راحة وهذا قاهي مبروش اللحمة حقي أجا فيش نقضنا قلنا له جلس عندك الألغم علينا لاوي لاوي أجا بنت عمي الثالث إيش نقضنا قلنا مش تسكي إيش نقضنا زد حفينا زاحفة نبت عمي رقدت فوق الدوق كنت أحلم إنني يعني ترأي أقول ها هذا ما انفجرت انفجرش دليلة أقول هذا الأحلام حلم يعني. ألغام محرمة دولياً كانت مزروعة في الطريق بين منزل دليلة وخزان الماء، انفجرت تحت قدمي دليلة، لم تقتلها لكنها غيرت حياتها إلى الأبد. فالفتاة التي كانت على موعد مع حفل الزفاف صارت مقعدة على سرير المستشفى. الآن اشتي عناية قد تتقدي فلان اشتي عناية لادي شاكونا خدم نفسي أندلق الآن
نشتي من الرعاية الطبية. بقيت دليلة تصارع الألم في المستشفى خاضعة للعلاج لمدة طويلة، لكنها خسرت قدمها الثانية في نهاية المطاف. بالمستشفى يعني كان الرجل حقي ليش تصلح معي. أجاب من عبد القندي بذار قال لهم الرجل حقي ايش تعيش يعمل لي عملية تجميل. سمعت خلونا مفتوح الرجل حقي. لا بعد شهرين ما ذاك قال الرجل حقي يعني بترجمتاش اقول لك يعني عقل لغم الباروت تسود لي يعني بالعظم حقي. يعني كان يصف لي قلام يكون يصف لي عشاء الصبح يبتعد تسمم حق اللغم الباروت. هن خلونا مفتوح بالبريه كان يصف لي من الصبح للصبح ما عمل ليش عملية تجميل لي. في ذلك الصباح الذي خرجت فيه لتجلب لأمها الماء قبل أن تغادر المنزل في طريقها لحياة جديدة، كانت دليلة في تصالح تام مع الحياة وتشعر بفرح غريب. بكرت فرح يا أمي شم فقير ما نش داري ذك الفرح منين قالي إن فرح يعني كنت شاموت إن فرح يعني الألغام إن فرح للعروس. ما زدتش كيف هذاك ذاك كن يقول لي عمي هاي دليلة ما مليم ولا شيء عمي أخبي. لم تكن دليلة تعرف أنها على موعد مع حياة جديدة، ولكنها حياة مختلفة عن تلك التي طالما اشتاقت لها ونقشت لأجلها يديها بالعناء. كان أمي تقول لي مرح حني حقك شفسو خوني فوق كفو حني حقك شفسو. قال خلاص الله باكر شنجز. وقلت ابن عمتك يعني مخضب أشتي قلت خضبني يعني كنت الحمد لله نشقي عليهم يعني. وهذا كان معي بقالة بقرية كانوا بيسرن ديلي لعندي واني اطلب الله الحمد لله مش يعني حالنا بالبيت معانا الحمد لله ثروة سمنا هذا كساب بقر كانت امي تصير معانا ارض كنا نقطت مني. لكن الان ما عش نقطت لا ارض ولا ان عد معك ايش اقول لك مثل كساب بقر دقيقة هذا كنا نعمل انا معي نستمر بشي. بيوت أسرتها مقفرة وأراضيهم الزراعية موبوءة بالألغام، وثروتهم الحيوانية صارت أثراً بعد عين، وتحولت حياتها إلى مصائب مركبة من الشتات والفقر والعجز. كله عندي صعوبة الحمد لله بس ربي على مقابلي ما عشاق صدق إن خسرته يعني ما شاقل خسرت كل حاجة بالدنيا خسرت يعني كان مرحل كنت مرحل عروس يعني مرحل كنت يعني شاعي الشباب شاعي قهلي خسرت يعني كل حاجة اقتطف يعني علي زهرة شبابي سار علي الآن إنه دموعي إنه لك تفاي كان بيقول لي ماني مو هل في عليك ماني داري منين البكا ذاك أمس كيف تقدت نفسي. اتصلت لي مو انا بكي وبكيتي واخت صلي وانا بكي وبكيتهم كلهم. الايجار عليا منش سدد على من شركان ابي انداري بقاه شايب رايته كيف قاه حالته واني لا الايجار ربك عمل اني سددت 350,000 يعني حق 6 شهور ربي نقبل من الايجارات حق البيوت بس. الان لو قلت لك فوق حق شهرين والله ما حد يعني شي قيش يعني شنديلي ولا انا ذاك يعني الحمد لله يقول واحد. حصلت دليلة على قطعة ارض تبرع بها فاعل خير، وهنا كان تدخل فريق البرنامج ليبني لها على جزء من الارض منزلا صغيرا يؤويها ويقيها هم الانتقال بين البيوت المستأجرة والبحث عن تكاليف الإيجار. زار فريق برنامج حيث الإنسان مكان الأرض الموهوبة وتم تجهيز المواد وبدأت أعمال البناء من اليوم التالي. أن نصنع للأمل مكان أن نوقف قتل الألوان أن نجعل ما يحدث في
نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لله ضمير، قد تبقي فينا الإنسان. الحمد لله لا بعيد، يعني اليوم يعني حلم انني يعني فرح، يعني المول يوم بعد صادفت يعني حاجة ما توقع بها انش كنتون، يعني انش يوصل عليهم الان. شكرا لمؤسسة توكل كرمان الذي جزي الله الف خير، الذي يعني دلب جهدين معي لبناء حق البيت، ومن سعي ودعي ببناء المنزل حقي. شكرا لهم الف شكر. وردة على خد دليلة تركت أثرها على محياها فابتسم. صار لدليلة اليوم بيت وسكنة يغنيها عن مرارة الحاجة لدفع الإيجار. ما قدمه حيث الإنسان لدليلة هي التفاتة إنسانية لأحد ضحايا الحرب من المدنيين، علّه يمنح دليلة القليل من السلوى والأمان. دليلة التي كانت على وعد بحياة أخرى بزفافها، اعترض اللغم ذلك وغير مسار حياتها للأبد. دليلة التي فقدت قدميها بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في قريتها، كم تشبه دليلة جرح مدينتها الحالمة التي لا زالت تحتل المرتبة الأولى في عدد المصابين والجرحى والمعاقين بسبب الألغام. إنهما الجرحى ذاكرة الحرب التي لا يمكن نسيانها حتى وإن محيت شواهد الدمار والخراب. لكل من يمتلك القدرة على مساعدة كافة جرحى الألغام، والأهم من ذلك، من سيغلق هذا الباب؟ هل استطاع المدنيون مواجهة الخطر المتزايد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون وتركهم فريسة لها لتحصد أرواحهم؟ اليمن البلد الذي أصبح أكبر حقل ألغام في العالم. تقول التقارير الدولية أن الحوثيين قد زرعوا ما يزيد عن مليون لغم، أي أكثر من لغم واحد لكل 30 مواطن يمني، وهو أعلى تركيز للألغام من أي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية. من سيحمي اليمنيين من هذا الخطر الرابط تحت التراب؟ مشاهدينا، تابعنا قصة وحكاية دليلة الليلة، وبالتأكيد ركزتم في تفاصيل هذه القصة حتى تتمكنوا من الإجابة بشكل صحيح على سؤال الحلقة. وإليكم سؤال الحلقة 29. السؤال يقول: ماذا كانت تعمل دليلة حين أصيبت باللغم؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول ترعى الأغنام، الاختيار الثاني تجلب الماء، الاختيار الثالث تحضر الطعام. إذن ما عليكم سوى اختيار واحدة من الإجابات الثلاثة الظاهرة معكم على الشاشة وإرسال رقم الإجابة فقط على أرقام الواتساب الخاصة في البرنامج، والوقت المتاح للمشاركة يستمر حتى 5 PM الغد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه الفقرة، فقرة إعلان الأرقام الفائزة معنا بجائزة الحلقة 27. والآن سنختار 3 فائزين، مبروك مقدما لكل فائز منهم 100,000 ريال يمني. وكان السؤال يقول: ما اسم المنطقة التي بنيت فيها الفصول الدراسية في محافظة شبوة؟ الاختيارات الثلاثة كانت عسيلان، الاختيار الأول الصعيد، الاختيار الثاني نصاب، الاختيار الثالث، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم 3. منطقة النصاب هي المنطقة التي بنيت فيها الفصول الدراسية. كل من أجاب واختار رقم 3 لديه فرصة الآن للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية، واحدة من 3 جوائز، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله، نختار الفائز الأول ومبروك له 100,000 ريال يمني مقدماً.
إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 773-151-801. مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 100,000 ريال يمني. الآن سنختار أيضا الفائز الثاني وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. إذن مبروك لصاحب الرقم 736-175-970. مبروك إذن للفائز والرقم الظاهر على الشاشة. الفائز الثالث معنا بسؤال حلقة الأمس ومبروك له أيضا 100,000 ريال يمني. مبروك إذن للفائز صاحب الرقم 773-88-48-39. إذن مبروك للفائزين الثلاث الجوائز المالية، وسنحاول إرسال الجوائز المالية لهم في أسرع وقت ممكن. يعتمد الموضوع فقط على دوام شركات محلة التي يتم من خلالها تحويل هذه الجوائز المالية. ما زالت لديكم فرصة مشاهدينا الكرام للمشاركة معنا في سؤال حلقة اليوم وأيضا فيما تبقى من حلقات برنامج حيث الإنسان والفوز بإحدى الجوائز المالية المقدمة من البرنامج. الآن نذكركم بالأرقام الثلاثة الفائزة معنا بجوائز سؤال حلقة الأمس والأرقام على الشاشة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك مشاهدينا الكرام للفائزين الثلاثة معنا عن سؤال حلقة الأمس، وما زالت لديكم فرصة للفوز معنا بسؤال حلقة الليلة وما تبقى من حلقات برنامج حيث الإنسان. بشكل سريع وأخير أذكركم بسؤال حلقة اليوم، والسؤال هو عن بطلة قصة الليلة دليلة. والسؤال يقول: ماذا كانت تعمل دليلة حين أصيبت باللغم؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول ترعى الأغنام، الاختيار الثاني تجلب الماء، الاختيار الثالث تحضر الطعام. إذا تابعنا مشاهدينا قصة الليلة، وهي قصة مؤثرة جدا لبطلة هذه القصة دليلة، وبالتأكيد أن تفاصيل هذه القصة كانت واضحة والإجابة أيضا سهلة وواضحة. أصيبت دليلة باللغم، هل عندما كانت ترعى الأغنام أم تجلب الماء أم تحضر الطعام؟ ربما من هذه الاختيارات هناك مساعدة بشكل كبير، هناك ربما شك فقط في اختيارين، واحد من هذه الاختيارات هي الإجابة الصحيحة والتي تخولكم للإجابة والفوز والدخول معنا في السحب على جوائز حلقة الليلة والتي سنجري عليها السحب في حلقة الغد. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أتمنى لكم صيام مقبول وذنب مغفور وحظ سعيد للفوز معنا بالجوائز المالية، ونتمنى أن نكون استفدنا من درس وقصة الليلة، عزيم الإصرار والفرح الذي شاهدناه في ختام هذه القصة. نلقاكم غدا مشاهدينا الكرام وقصة جديدة من قصص وحكايا حيث الإنسان. بالإمكان أن نصنع للأمل مكان، أن قتلان الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا الإنسان. حيث الإنسان.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.